توك توك بيشتغل بالكهرباء في المنصورة. يعني شوفوا تخيلوا احنا قاعدين بنقول انه التوك توك اللي بيشوه واللي لازم ان نجد علاجا له، لا ده هم بيطوروه كمان. تعالوا نشوف التوك توك اللي بيشتغل بالكهرباء وبدون وقود في المنصورة. في اجبار رهيب عليه، لكن للاسف اللي نزل حاجه مجرد يعني عينه، حاجه بسيطه حوالي 3 أو 4، واخد بال حضرتك، يعني بنرجو انها حاجه تمشي كويس لانها ظاهره احسن من ظاهره التوك توك. التوك توك له مساوئ كتير موجوده دلوقتي، ما بيحافظش على اللي راكب فيه، فدي بتعتبر افضل بكتير من التوك توك. يعني في كاميرا، في شاشه، في سي دي، في فلاشة، في مروحة، في جهاز شفط، في جنوط سبور، في جميع الكماليات تقدر تقول جميع الكماليات. بيشتغل حوالي 8 ساعات متواصلة، ويقدر راكبه لو رايح مشوار طويل، لو شرب كوباية شاي في أي استراحة يقدر يشحنه ساعة كمان، يمشي معاه 3 ساعات كمان. هو جاي معاه شاحن زي شاحن الموبايل بالظبط، بيتوصل في الكهرباء. ما شاء الله حاجة جميلة جدا ومشروع حلو وجميل، و بيحفظ الواحد حتى من البرد، بيختلف عن التوك توك، وضعه جميل وشحن كهرباء، وحتى سعره حلو كمان. يعني انا عرفت ان سعره برضه لاول مره اشوفها حاجه جميله وحاجه جديده، فلفتت نظري وفي متناول الجميع. يعني شكله نظيف ولا رقيق، ولو عايز ركب فيه ما تخافش تنطر ولا شتاء ولا برد ولا اي حاجه. وتاني حاجه ينفع طلب خاص بره البلد، ينفع برضك لجميع الموظف، لمدرس، لملكه برضك يشتغل بو، يمشي بو، يروح بو مدرسه، يتنقل بو، يتحرك بو، احسن من التاني كتير. صديق البيئه، ما بيستهلكش لا بنزين ولا زيت ولا اي كلام من ده، كهربا، بيشحن ساعتين، بيمشيني 80 كيلو على كذا فترة، مش شرط فترة واحدة، ممكن أعده أسبوع من غير شحن حسب استهلاكي. لو قطع غيار أصلا مش محتاج قطع غيار كمان، يعني ما فيش فيه موتور عشان نستهلك قطع غيار. في ناس كتير جدا عاوزة تشتريه، بس المشكلة كله عاوز حالا دلوقتي، يعني كله بيسأل على الترخيص. الترخيص مشكلته إن ما احناش عارفين لسه هيرخص مجلس محلي ولا هيرخص مرور ولا توك توك بالكهرباء. يعني بنطالب بانه الناس تشوف تنظم الحياة بعيدا عن ما يشوهها، لكن بنطور التوك توك بالشكل اللي احنا شايفينه، والحياة كلها تحولت الى تكاتك، وبقى هو مصدر الدخل. الناس ما بتشتغلش دلوقتي، بيجيب توك توك وبيشتغل فيه على الطريق. معظم المحافظات بتشتغل بالشكل ده، يعني كل الشباب او بيشتغل يعني. لكن مساوئ ده ان احنا مش هيبقى عندنا طبعا لا طاقه انتاجيه، وانه عدد التكاتك في المحافظات اصبحت يعني فوق حتى